انتم عارفين اليوم، عارفين واش راهي بلادكم ما بين الامم، الجزائر محترمه ما بين الامم. الجزائر اللي كانوا باغيين يهبطوها ويكسروا لها الخشم تاعها، صباح النشيد الوطني يدوي في باريس. واسترجعت البلاد قوتها الاقتصادية واستقرارها. الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. في شمال إفريقيا، في إفريقيا، ما بين الدول تاع العالم الثالث، الدولة الوحيدة اللي حافظنا باش ما يكونش عليها دولار واحد مديونية هي الجزائر. كل شيء اللي حبينا نديروه درناه من أجل الاستقامة تاع البلاد بدون استدانة لأي واحد، ما يسألنا لا الكبير ولا الصغير، حتى واحد ما يسأل هذه البلاد هذا. وعكس ما كانوا يقولوا، اليوم الحمد لله ربي طرح البركه في الشيء اللي كان وزاد. اليوم رانا الحمد لله بعاد كثير البعد على المديونيه ان شاء الله.